كدرت له الضبط نهضروا على كاف الملح نهضروا على مكان سياحي مميز بالمنطقه كاف الملح فيه جانب سياحي كبير وكتير ومتعدد كي نهضروا على كاف الملح نهضروا على السياحه الاستكشافيه نهضروا على السياحه العلميه نهضروا على السياحه الاستشفائيه وهي الاهم في كل هذا كاف الملح فيها عين اللي العين هذه حتى هي الناس اللي عندهم الحبوب في في الحبوب الجلديه هذا هو المكان المميز لما تدخل المغارات الملحيه اول حاجه اللي تصادفك البياض النصع البياض النصع ثم بعد ذلك الهواء النقي يعني كي تقول هو نقي الهواء نقي زيد حاجه اخرى الجماليه انا متواجده حاليا في هذا الجبل الملح المعروف في وسائل الاعلام على مستوى منطقه الطيفور طيفور المعروف بانه بل... بل... مكان سياحي بامتياز أه... السياحة المناظر الطبيعية بالإضافة إلى الأمور الصحية اللي يعالجها هذه المياه منطقة كاف الملح كما تعرفوا منطقة نجوها كل كل أسبوع هنا أنا والعائلة أنا لفامي، لافامي خوالي أصحابي بلاصة لاباس بيها